يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك هذا اليسر لا يعرفه إلا السلف ومن تابعهم، والذين على الأثر أي الذين فقهوا الآثار، هذا هو الأصل. فارجع إلى السلف إذا أردت أن يزيل لك الشكوك في الدين وكل شيء والخلافيات. ناطحة السحاب، الذين فاروا لا يفطرون لأنهم يرون الشمس، والذين في تحت يفطرون لأنهم يرون الشمس، وهم في عمارة واحدة. الله سبحانه وتعالى أراد حق الناس اليسر، ولا والله سبحانه وتعالى أراد للناس رفع الحرج، فما دام في مكان واحد فالذين في فوق الذين في تحت يفطرون ينتظرون هؤلاء وهم في ناطحة السحاب. متى تغرب الشمس؟ نحن الآن ذهبنا في رمضان إلى العمرة، وفي أثناء ذهابنا غربت الشمس تحت. ولذلك إذا تريد أن تعرف أن الشمس قد غربت وأنت تراها بالطائرة، انظر إلى الخط الأسود الذي تراه. إذا خرج لك خط أسود في الأفق فاعلم أن الشمس قد غربت وأظلمت، والشمس أنت تراها، والشمس أنت تراها. افطر لأن الشمس هذه ما بتغيب عليك. غابت الشمس ونحن في وسط طريق، وصلنا وشعاع الشمس موجود، الحمرة قوية، على هذا نبقى نحن هكذا. وخرج لنا جاهل في الطائرة يقول لا لازم تفطرون على التوقيت السماوي. هاي مثل الجني، أنا قرأت على جني مرة قلت لا أخرج، قال أنا جني سماوي. هذا هو جني سماوي ترى خرج لنا، هذا نفسه. فأين الأدلة على هذه؟ وأين الفقه؟ هؤلاء العوام مساكين القصاص والوعاظ لم يعلموهم شيئا، فلذلك اتركوا هؤلاء العوام وعليك بمذهب السلف. فلذلك أفطرنا وأصبنا السنة ونحن في الجو، وهذا هو الأصل. لكن لو كنا جهالا لما عرفنا كيف نفطر مثل هذا، فلذلك لابد النظر إلى هذا الأمر. خلاص في دين الله الشخص يجتهد على قدر وسعه في عبادته، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن الناس. ثم الدقيقة والدقيقتان والثلاث لا تضر في مسألة الغروب. هؤلاء ممكن أن يرون الشمس نص القرص، هؤلاء لهم أن يفطروا، والله سبحانه وتعالى رفع الحرج ولم يرى الشارع شيئا من هذا اليسير، من هذا اليسير. وهذا عليه السلف، وإليك الأدلة على ما بينا في هذه المقدمة. فالدليل الأول عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، وفي رواية لمسلم في شهر رمضان، فلما غربت الشمس قال بعض القوم يا فلان، وفي رواية لأبي داود في سننه يا بلال قم فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، وفي رواية للبخاري لو انتظرت حتى نمسي، وفي أخرى الشمس الشمس موجودة، قال انزل فاجدح لنا، قال ان عليك نهارا، النهار موجود لوجود الشمس بس فقط يفعل هكذا الشخص ويرى الشمس، قال فانزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لعبد الرزاق في المصنف قال لو ترآها يعني الشمس أحد على بعيره لرآها، أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأحمد في المسند وأبو داود في سننه وعبد الرزاق في المصنف. والجد يعني تهيئة الشراب والطعام للإفطار. الآن بلال رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الشمس، فكأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر، فلا يضر لو ارتفع شيئا الشخص على بعير أو شيء أو تل أو مرتفع ورأى الشمس يقول اصبروا ما تضر هذه الآن، هذا في الشر قد الشمس قد غربت، فهي في حكم شنو؟ الغروب، قد غربت. فمن أراد أن يفطر يفطر. الدليل الثاني وهو أثر عن أيمن المكي
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت عليه، يعني دخل أيمن على أبي سعيد الخدري، فأفطر على عرق يعني طعاما، وأنا أرى الشمس لم تغرب. أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف جيم 4/22، وهذا إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. الدليل الرابع، وعن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر، وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب، فقلت له سنة؟ قال نعم. أثر صحيح أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والدارقطني في السنن وصححه الشيخ الألباني. فالأمر واسع، وهؤلاء الصحابة لم يوجد لهم مخالف في هذه المسائل التي ذكرناها، وكما يبين أهل العلم ذلك يذكرون آثار عن الصحابة يقولون لم يوجد لهم مخالف. ولذلك عليك بفقه السلف وإن رفضك الناس.